ضروري الحمد لله الزكاة فرض وعنا هي من خمس الأركان الخمسة دائما خصنا دائما نساعدوا الناس والفقراء وخاصة في هذه الأيام الصعيبة اللي كندوزوها مع كورونا ومن غير كورونا والأسعار اللي طلعوا الحمد لله وحنا كنحاولوا إن شاء الله نديروا الأعمال الخيرية قبل رمضان وفي رمضان وإن شاء الله بإذن الله يكون عمل خير كبير إن شاء الله. شنو تبغي تقول للناس اللي جاوا ومن الجماهير ديالك اللي كيحبوك يعني؟ والله لا حنا كنحبوهم دائما كنحاولوا دائما نكونوا في حسن الظن ديالهم وإن شاء الله حنا كلش كنحبوهم. الحمد لله هاد العواش نديروا فيهم الخير ونعبد الله عز وجل وندعو الله يحيد علينا هاد الوباء ويوفقنا ان شاء الله لما يحبه ويرضى ان شاء الله بيه. شكرا لك. الله يعزك. شي كلمه للشباب هكذا باش يمارسوا الرياضه؟ الشباب دائما كنصحهم لتقوى الله وكنصحهم دائما يسمعوا ويرضوا الوالدين ديالهم ويمارسوا هذه الرياضه ان شاء الله باذن الله حتى ولو ما كانش عندهم. المهم اذا مارسوا الرياضه في السن دابا ولا كيف ما كان هذيك ان شاء الله الله يوفقهم يكونوا احسن منا باذن الله، وكل ما مارسوا كيف ما كانوا الصعوبات ان شاء الله يوفقهم باذن الله. هما الامور انا ماشي سهله لان الانسان سحب له يبدا اليوم بالتدريب ولا غدا وان شاء الله يوصل، ولكن اذا مارسوا وشد روحه ان شاء الله يوفق الله باذن الله. احنا دابا ان شاء الله الحمد لله احنا تابعين للجامعه ان شاء الله ديال الام ام ا ونحاولوا ان شاء الله نديروا الايفنت ونساعدوا الشباب ان شاء الله يمارسوا هذه الرياضه داخل الوطن وخارج الوطن باش يكون عندهم حتى هما الفرصه، والحمد لله الاقبال كبير على هذه الرياضه وان شاء الله كنحاولوا باذن الله نساعدوهم ونفتحوا لهم المجال ان شاء الله ونصرحوا لهم طريق يكونوا احسن منا ويوصلوا فوق الفوق ان شاء الله. هو الحمد لله دابا حنا درناه الان في مدينه سلا، كانت الحمد لله فيها مشقه باش نبنيوا هذا الشيء كامل الحمد لله، وعندنا تقريبا شي اكثر من 100 عائله خدامه معنا هنايا وكثر الفوق ان شاء الله احنا باش نساعدوا الشباب وباش نساعدوا العوائل يخدموا ونديروا لهم امكانيه ديالهم، وان شاء الله مستقبلا نشوفوا نديروا المشروع في جميع انحاء المغرب ان شاء الله باذن الله. الله يوفقه ان شاء الله هو وجمال بن صديق ونور الدين بن بوح كلشي اللي اليوم هايلاكم ان شاء الله، الله يوفقهم كلشي اللي كيرفعوا الرايه ديال المغرب وكيمثلوا المغرب خارج وداخل الوطن، الله يوفقهم الله يجيب لهم النجاح. المهم هذا الشيء دائما بالقلب وخصنا دائما يكون عندنا الدعاء، اما كتبغيه ولا ما كتبغيش دائما تدعي معاه وتحبوا لان كيرفع الرايه ديال المغرب وحنا كاملين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله بعد رمضان باذن الله ان شاء الله ماي ولا يوني ان شاء الله باذن الله. الحمد لله لا دابا الحمد لله حاولنا دابا سنين باش نعرفوا بهذه الرياضه في المغرب، في الاول ما كانت سهله لان كانت الرياضه شويه ما عرف الناس كانوا كلش كيعرفوا فول كونتاكت وتاي بوكسين، ودابا الحمد لله بفضل الله وصلناها الى واحد المرتبه ان الناس عندهم الاقبال كبير وان شاء الله باذن الله في مستقبلا دابا نساعدوا الناس يمارسوا هذه الرياضه في الاصالات ويمثلوا المغرب داخل وخارج الوطن باذن الله. كلشي بحال الرباط سلا المغرب كامل. تحيه للجميع والحمد لله نكونوا فرحكم هذا المشروع اللي درناه وجبنا لكم شويه الحركه والرواج هنا باذن الله. احنا المراه دائما عند العيد لان الام دائما مكرمه ومعززه والمراه دائما الفوق ولا اخواتنا ولا الوالدات ولا هذاك، علاش دائما عندهم العيد وتحيه لهم الله يوفقهم والله يعليهم مرتبه كيف ما وقفوا معنا وسهروا معنا الله يعزهم والله يزيد لهم الحنان علينا ان شاء الله. دابا المغرب الحمد لله فتح الابواب ديالو لجميع الناس مغاربه وغير مغاربه باش يستمروا في الباب، وهذا الشيء كيوري ان عندنا الامكانيات والاستطاعه نديروا شي حاجه جميله وشي حاجه اللي كاينه في الخارج وحسن وحسن، والحمد لله عندنا الامكانيات وهذا الحمد لله تشجيع لجميع الناس كمغاربه وغير مغاربه باش يحققوا الاحلام ديالهم ويديروا هذا الشيء بلا يغامروا فيها بلا عين مشدودين وان شاء الله الله يوفقهم ان شاء الله. كنا كنصيفطوا الناس للالمان باش يتكو لان كان بدا المشروع ديالنا تما، كان عندنا الاول البرجر تما وصيفطنا الناس يتكونوا تما ويتعلموا تما، ودابا الحمد لله صيفطناهم عاوتاني لطنجه باش يدوزوا شي ايام تما، ودابا الحمد لله حنا كنكونوهم بقدر الاستطاعه ديالنا ان شاء الله. سبحان الله. جاتك يلا دابا خلاص ان شاء الله يكون عجبها يكون الطريق ضربت الطريق هذيك معبر ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله باذن الله تندوز رمضان عباده عبد الله عاد ندوز ابو زعيتر باقي غتضرب بالكاو ان شاء الله باذن الله كلشي مكتوب من عند الله. 이스테릭 الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في.
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.